أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 25. سجل أولاد النبي إبراهيم من حرمته قطور القحطانية. وشال النبي إبراهيم عليه السلام حرمة فوق زوجته سارة اسمها قطورة من نسل حضرموت بن قحطان ابن عابر، واسم قطورة معناه فخور. فولدت له 6 أولاد وهم زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحة. ويقشان عنده ولدين وهم شبع ودادان. ودادان خلف 3 قبائل وهم الأشوريين واللطوشيين واللئيميين. ومديان خلف 5 أولاد وهم عيثة وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة. كل ذيل أولاد قطورة وأولاد أولادها، وعاشوا في الأرض العربية. وأعطى النبي إبراهيم عليه السلام كل ما يملك لولده إسحاق عليهم السلام، لأنه الوريث الوحيد كما وعد الله القدير من قبل. وأيضا أعطى أولاده من قطورة هدايا كثيرة قبل موته، ورحلهم إلى الأرض العربية بعيد من ولده النبي إسحاق. موت الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما خرج النبي إبراهيم الخليل مع زوجته سارة ولوط ابن أخوه من مدينة حاران وهي في جنوب تركيا الآن، كان سنه 75 سنة، وعاش في أرض كنعان 100 سنة متنقلا من مكان إلى مكان. ومات بعد عمر طويل صالح تقيل الله القدير، شيخ شبع من الحياة وراح إلى أسلافه، وسنه 175 سنة. فدفنوا أولاده إسحاق وإسماعيل عليهم السلام في الكهف اللي اشترى أبوهم من الحثيين في حبرون الخليل. في ذا الكهف دفن أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته سارة أم إسحاق عليه السلام. وبعد موت خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم الرحمات، بارك الله سبحانه وتعالى ولده النبي إسحاق عليه السلام. وسكن النبي إسحاق قريب من بئر الحي البصير اللي سمتها هاجر. سجل أولاد النبي إسماعيل عليه السلام. ده سجل مواليد النبي إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. دي أسماء أولاد النبي إسماعيل حسب ترتيب ولادتهم. وكانوا 12 ولد وهم نابيوت بكر النبي إسماعيل، وقيدار، وأدبئيل، ومبسام، ومشماع، ودومة، ومسع، وحداد، وتيمة، ويطور، ونافش، وقدمة. كل ذيل عيال النبي إسماعيل عليه السلام، وسميت قبائلهم بأسمائهم. فكانوا 12 شيخ ل12 قبيلة عربية. وعاش النبي إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليهم السلام 137 سنة، وبعدين مات وراح إلى أسلافه، وسكن نزله في منطقة حويلة شمال العربية، وكانت حدوده من حويلة إلى منطقة شور على حدود مصر، ومن شور إلى قبيلة أشور في صحراء سيناء. رفيقة وولادتها بالعيس ويعقوب. ده سجل مواليد النبي إسحاق ابن النبي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. عندما تزوج النبي إسحاق رفيقة بنت بتوئيل أخت لابان الأرامي، كان عمره 40 سنة، ولكن رفيقة ما حبلت لمدة 20 سنة لأنها كانت عاقر. فدعا النبي إسحاق عليه السلام لزوجته كثير، فاستجاب الله عز وجل فحبلت حرمته بتوأم، فتصارعوا الجنينان في بطنها ف
فتألمت كثير، فدعت الله عز وجل وقالت: يا رب ليه يحصل هذا لي؟ فأوحى لها الله القدير وقال لها: يا رفيقة، في بطنك أمتان ومنك يتفرع قومان، قوم يقوى على الثاني والصغير يستعبد الكبير. فلما جاءت ولادتها كان في بطنها توأم كما أخبرها الله القدير. فخرج الأول وجسمه مشعر بشعر أحمر فسموه العيس. بعدين خرج الثاني ويده قابضة على عرقوب أخوه فسموه يعقوب، ومعناه عرقوب. وكان عمر إسحاق عليه السلام 60 سنة عندما ولدتهم رفيقة. وكبروا الأولاد، وكان العيس صياد ماهر يحب الوديان والسهول، ولكن يعقوب رجل هادي يجلس عند أسرته كثير. وكان إسحاق عليه السلام يحب ولده العيس البكر أكثر من يعقوب، لأنه كان يجيب له صيد. أما رفيقة فكانت تحب ولدها يعقوب أكثر. وفي يوم من الأيام لما كان يعقوب يطبخ، جاء العيس من برا جوعان، فقال العيس لأخوه يعقوب: يا أخوي، عطنا من ذا الدير الأحمر لأننا بموت من الجوع. لذا السبب لقب العيس بأدوم ومعناه أحمر. فقال له يعقوب: اسمع يا أخوي، ما بعطيك أكل لما تبيع لي حقك إنك الولد الأكبر. فقال العيس لأخوه يعقوب: أنا على وشك الموت يا أخوي، أبا ينفعنا إننا معي حق الولد الأكبر. فقال يعقوب: ما بعطيك شيء أبدا لما تحلف لي أولا. فحلف له العيس وباع حق الولد الأكبر لأخوه يعقوب. فأعطى يعقوب أخوه خبز حيف وصان الدير، فأكل وشرب لمان شبع، وبعدين قام وراح. فاحتقر العيس حق الولد الأكبر.